بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ وحشني قوي. هنعمل النهاردة مع بعض احلى فطير مشلتت بالفراخ. صلاة على النبي يا ولاه، اللهم صل على سيدنا محمد. عارفين الفطيرة الكبيرة اللي الشيفات بقى بيعملوها؟ انا هعملها لكم النهاردة عشان تعرفوا بس ان مش اي ان له عين وراس تعمل كما تعمل الناس. صلاته بينا على النبي يا ولاه، اللهم صل على سيدنا محمد. انا عجنت العجينه بتاعه الفطير المشلتت زي ما انتم عارفين، ميه وملح ودقيق بس اهم من المقادير طريقه العجين نفسه. طريقه العجين نفسه بقى تفضلوا تعجنوا فيها لحد ربع ساعه كده عجين، لحد ما العجينه تبقى ناعمه قوي. بعد كده تقوموا جايين مقطعينها تستريح. بعد ما تستريح تحطوا بقى ايه؟ زيت ذره على زبده سايحه، وادي القشطه اهيت للحشو من جوه. وفي كمان فراخ مستويه هوريها لكم. صلاتوا بينا على النبي يا ولاه. الفطيره دي بتبقى جميله قوي 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 ومن تاليفي على فكره. يعني انتوا دايما بتسمعوا ان هي باللحمه المفرومه والكلام ده، بس احنا بقى ايه هنكسر القاعده يا ولاد. هوريكم ازاي تبططوا الفطيره اللي هي كده ولا اجدع شيف اهو. صلاتوا بينا على النبي يا ولاه، اللهم صل على سيدنا محمد. اهم حاجه هتخليكي تفردي العجينه زي الاستك كده اهو، هو انك تسيبي العجينه تستريح، واهم حاجه العجين، وتعجنيها على الناشف. على الناشف يعني ايه؟ تحط شوية دقيق مية بسيطة، وبعد كده تزودي بقى كل شوية تزودي مية. ما تعملهاش ما تعمليش ما تحطش مية مرة واحدة وتغرزي بقى. اهم حاجة التغريزة. شايفين؟ شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده ولا الاسد. ونوع الدقيق كمان عشان تجيبي دقيق ناجح ما يضحكش عليكي، هات الدقيق بتاع الفرن، روح الفرن قولي له عاوزه دقيق، ما تجيبيش من المحلات، لان الفرن عمرها ما هتضحك على نفسها وتجيب لنفسها حاجه وحشه. صلاه بينا على النبي يا ولاه، اللهم صل على سيدنا محمد. بالراحه واحده واحده كده اهو، وتقومي فردها بفرده ايدك كده بكف ايدك، اللهم صل على النبي اهو. شايفين الجمال والحلاوه والانكه والشياكه يا ولاه؟ ده انتكم هنا شاطره قوي. تقول ايه يا ايسن؟ والله ازيك يا استاذ محمد. يحبوا كل حاجه فيها دهن يا ولاد. استنى ما اشوف اللي في الفرن لحسن تحرقوها لي، ده متكلفه. يا ريت ده اتحرقت. صحيح صح كلام عظيم، عودنا عليك يا رب. الفطيره اتحرقت يا ولاد، هبطل وشي بقى واسيب الطبقه الاولانيه بس اللي اتحرقت. بيتعمل في فرن البوتاجاز زي الفل. صلاته بينا على النبي يا ولاه، شوفوا الجمال، شوفوا جمال العجينه حلوه ازاي. والله شبه حماتك. طب انت بتحب حماتك ولا لا؟ صلاته بينا على النبي يا ولاه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو كده خلاص. تعالش ليجي يا مرحبا. ندهن بقى اول مره كده اهو، حاجه بسيطه كده. اللهم صل على سيدنا محمد. تعالوا يا ولاد، والله اهم حاجه وانت جايه تبططي البتاع ديت بططي الحرف الاول. ليه؟ عشان الحرف ما يبقاش تخين كده ويبقى مكلكعلك من جوه. صلاتوا بينا على النبي يا ولاد، اللهم صل على سيدنا محمد. والقشطه بقى، يا سلام على القشطه يا ولاه. القشطه بقى كده كمان اهو، اللهم صل على سيدنا محمد. قولوا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. القشطه دي بتديها ريق مسكر وحلو قوي قوي قوي. بابا بيقول احلى كتير من طنطكم. تسلمي يا استاذ محمد. اسكت بقى، البنت كريمه تحسدنا. حط بقى حته القشطه الجميله ده هي كده اهو يا ولاه. ربنا يدينا الصحة، بتعملها جميلة أوي. أوه.
احنا برضو بنعمل له جميله قوي. للو عين وراس تعمل كما تعمل للناس يا ولية. صلاته بينا على النبي. بعدين تلم اول مره كده زي الدايره، ما تلمهاش قراطيس، لموها زي الدايره كده اهو كده، تلفوا حوالينها كده الطبليه داير ما يدور كده اهو. ما عندكيش طبليه اعملي على صينيه حته لمة ال. واحد اسمه احمد بيقول لك كل الناس بتعملوا ايه الجديد؟ الجديد مش عاجبك يا عم ما تطلع انت من لايف. هو حد قال لك اقعد؟ لا اله الا الله، كل الناس بتعمله واحنا بنحب نعمل احنا كمان زي الناس. ولا انت نفسك تطلع وتعمل؟ اه نفسك تطلع وتعمل؟ التعليقات السلبية اللي زي دي ايصل ما تقراهوش، هما بيدلوا على نفسهم. رد عليهم بقى يا استاذ محمد، عايزينك الادمن. استنى بقى اما اقول لكم هتعملوا ايه كمان بقى عشان تعملوا اللي في الوسط عشان اللحمه ما تفطرش منكم. اللهم صل على سيدنا محمد. اعمل كمان واحده كده اهو عشان خاطر اللحمه في الوسط بقى كده اهو، عشان اللحمه اللي هتحطيها لما تيجي تقلبي الرقاقه الفطيره. لا متخافوش لسه بدري، عشان ما تيجي تحط اللحمه ما تطلعش منك، تخليها ما تبقاش رقيقه قوي اللي الوسط دي كده، ما تبقاش رقيقه قوي. صلاته بينا على النبي يا ولاه. اللهم صل على سيدنا محمد. نحط كمان واحد قشطه كده اهو. اهلا وسهلا باهل ليبيا حبايبي، اهلا وسهلا. واحد بيقول تنشيط منى. ايه تنشي منى بيدلعوا لي يا سوني. صلوا بينا على النبي يا ولاه. اللهم صل على سيدنا محمد. احط كمان الافرد كمان واحده كده اهو صغيره اهو. اللي في الفرن ما اتحرقتش، وشها بس اللي اتحرق عشان ان الفرن كان سخن وانا نسيته بصراحه. اللهم امين. الله يبارك لك يا ريم. الجزائر اهل اهل الكرم كلهم، ربنا يبارك لكم. واحد تم ارسال 99 نجمه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اجيب بقى اللحمه يا ولاد، عبال عندكم كده. احط بقى اللحمه في الوسط هنا كده. شكرا جزيلا اللي رسل النجوم، ربنا يبارك لك يا رب ويزيدك من فضله. مين اسمهم؟ واحدة ولا واحد يا سول؟ واحدة اسمها سهمة. اللهم صل على النبي. شكرا جزيلا. تحية من الجزائر. تحية. تقول ايه؟ أقول لهم سؤال يا أيسل وخلوهم يجاوبوا، ماشي؟ في حمامتين طايرين، واحدة يمة الشمس، واحدة عكس الشمس. ما تجاوبوش دلوقتي خالص يا أيسل. لما تقول ايه مين اللي كام واحد قال اجابه احنا نقول في الاخر صح او غلط. انهي واحده هتوصل الاول؟ اللي في اللي يمة الشمس ولا اللي عكس الشمس؟ تعال. يمة الشمس ولا اللي عكس الشمس؟ ها سمعوا في حمامتين طايرين، انهي واحدة هتطير اسرع من التانية؟ هتوصل المشوار بتاعها اسرع من التانية، اللي يمة اتجاه الشمس ولا اللي عكس الشمس؟ شو قولوا لي قالوا لك ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بقول لي يا سول قالوا ايه؟ اهل فلسطين بيحبوك قوي. ايه اهلا وسهلا باهل فلسطين حبايبي. اللي بتمشي عكس الشمس؟ وين تاني؟ دينا عكس الشمس. ليه؟ اقول لكم انا ليه؟ يمة الشمس. واحد بتقول لك يمة اللي بتمشي يمة الشمس الاسرع. اقول لكم انا ليه بقى؟ اللي عكس الشمس. عكس الشمس كله قال عكس الشمس. اللي بتمشي عكس الشمس بتعمل كده وبتطير كده، انما اللي
اللي بتمشي عكس الشمس بتعمل كده، انما بتمشي قدام الشمس بتعمل كده. الشمس مزغليلة عينيا يا ولاد، كتر خيرها برد. صلاتوا بينا على النبي يا ولاد. ده انا شفت واد بيقول لا دمه شربان. ايه كسبته؟ طب مين اللي جاوب الاول؟ زهدة. اللهم صل على النبي. شفتين القشة يا ولا؟ شايفين القشطة؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هيوصلوا بعض بالسلامة، واحد بيقول كده. هيوصل. اللي بيقول ناحية الشمس غلط قول لهم يا ماما. اللي يمة الشمس غلط، أيوة. عشان خاطر الحمامة ما بتطير يمة الشمس هتعمل كده. خلصنا ديت يا ولاد اهي. ايه الاثنين هيوصلوا زي بعض؟ لا، ده فزوره وبتاع، ده ضحك يعني. مش اهو يا ولاد خلصناه اهو، نحط كده. واحد بيقول لك انا جاوبت من الجايزه. تعالى اتغدى معانا. تعالى اتغدى معانا بقى، نسيبها بقى لحد ما تهدى وبعدين نخبزها بقى لحد ما تستريح. لازم أن تستريح. في بقى اكله يا اولاد انا شفتها عجبتني قوي، هات لي الطاسه دي يا سلا. فقلت لازم انا اجربها، هحشيها قدامكم. والله يا ندى ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويصلح حالك. استنى نشوفها كده بقى. سامعين القرمشه ولا؟ جميل. اخويا اسامه اللي عاملها لي، الله يبارك له. استوت سوا. لا ده ما فيش، مش محروقه. استر عليا، الله يستر عليك. بص بقى، في اكله جديده شفتها حلوه قوي، عجباني قوي. واحد بيقول ما صليناش على النهارده. لا انا كل شويه اقول اللهم صل على صلاه بينا على النبي يا ولاه. انتوا بقى اللي ما صليتش، انا كل شويه اقول كده. بصوا بقى، الاكله ديت يا ولاه انا شفتها عجبتني قوي، فقلت والله لازم انا اجربها قدامكم. حتت عجين كده اهو صغننه، هقطعها عليها كلكم، هقطعها عليكم كلها كده واجربها معاكم، واشوفها بقى في الاخر بالليل لو طلعت حلو هقول لكم على اللايف بتاعها. هي بتتعمل حشو كده بلحمه مفرومه، بس انا ما عنديش لحمه مفرومه، بعملتها في صدر الفراخ. ايمان زكي كل بحبك يا مين. ايمان زكي، ايمان صلاتوا بينا على النبي يا ولاه. هحشيها قدامكم كده، وبتستوي بقى في لبن وكزبره وتوم. انا شفتها هي اكله مش مصريه، خلي بالكم. فانا هعمل لها كده، بتتعمل كده. وبصوا المفروض تتقطع كلها كده وبعدين تتفرد كده ولا، بعدين تحط الحشوه كده، حشوه اللحمه كده، وتقلبوها كده اهو. انا لسه بجرب، خلي بالكم. ما شاء الله تستر ايدك. الله يخليك. بعد ما تعملوها كده زي القطايف. واحد بيقول لك صليتوا بينا على النبي يا ولاه. صليتوا بينا على النبي يا ولاه. اللهم صل على سيدنا. يقوموا ماسكينها بقى كده اهو يا ولاه وعاملينها كده. واحده بتقولي حبيبتي يا سوري. يا عسل. وعاملينها كده، وبعدين تتسوي بقى في شوربه او في صلصه. هحطها في الفرن تحمر دلوقتي. ايوه، مين اللي بتقول لك كده؟ ايه ديت اكله ايه، سوريه ولا ايه؟ ده انا شفتها عجبتني قوي. فلوس صينيه. طب قولي لها بالنبي بتستوي ازاي؟ اصل انا خدتها بالشبه كده، فانا هعملها بالشبه كده بالفكوكه يعني. اللي قالت ده بتاع صينيه كده، انت اللي قلت. وبعدين بقى ايه، هحمرها في الفرن وبعدين اسويها. نبي قول لي كده يا رب يبارك لك، السنة اول مره اعمل له. زنا وزياد محمد قالوا لي ايه؟ بيقول لك ايوه ده اسمه الشيش بروك تقريبا. ايوه ده الشيش بروك. ده انت قروبه قوي يا جنى. طب بتعملها ازاي بقى يا جنى؟ قولي بتسويها ازاي بعد ما تعملها كده؟ بتحمرها في الفرن وبعدين تعملي لها تقليه وتحطها فيها زي المرقوق بتاع السعوديه، ولا بتعملها ازاي؟ زياد بتقولك سورية. ايوه اكلة سورية، انا شفت واحدة سورية بتعمل لي، عجبتني قوي. شيش بروك.
اهو شيش بوراك. وبعدين بتتعمل ازاي بقى قليل؟ بالعجينه الزهر عليك من عليها زيت ممكن تفك، مش عارفه بقى. هاتي لي حبه دقيق ايسر. واحد بيقولك شيش براق ايمان الكم، شيش براق اكله في سوريا. طب قولي لها، طب قولي لها بتستوي ازاي بعد ما بتتعمل وتتحشي؟ بتستوي ازاي يا جماعه بعد ما تتعمل؟ ايه؟ قول عزيز بالنشا. طب قولي الطريقه بالتفصيل. قول لك اكتبي، بتقول لك ماما اكتبي لها الطريقه بالتفصيل بعد ما تخلص هتقراها وتعملي. ما هي سمعتني تعبانه بس. نشوف الثانيه كده ارتحت، لو ارتحت هي باين سورية او فلسطينية، لان انا شفت واحدة عربية بتعمل. لا انا شفت واحدة عربية الصراحة بتعمل، فانا مش عارفة هي سورية ولا فلسطينية، بس هي عجبتني الشكل كده بتاعها. ايوه واحد حد قال في لبن زبادي، بس انا خايف اعملها في لبن زبادي. طب بيقولوا كمان بتتعمل في التخديع، اللي هي طماطم، توم وطماطم، بصله، وبعدين توم وطماطم وتتحط. لا تقليه بتوم، توم وكزبره صح؟ خلاص يا جميع انتوا كده. احط بعد ما اللبن يغلي اعمل ايه؟ بتذوب اللبن. لبن حليب ولا رايب؟ باللبن. باللبن. طب قول لي لبن حليب ولا رايب؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دي بقى فطير بالفراخ يا ولية. ما انا عارفه بقى، قولي الطريقه بالتفصيل. ما انا عارفه، ما هي بس اللي انا عرفته كده، بس ما اعرفش التفاصيل بقى. فانا هعملها بقى بمزاج انا كده، وهشوف لو طعمها حلو هبقى اقول لكم عليه. بتاع زي الفل يا ولاد، بس هي اتحمشت من يما واحد. لا طماطم. ليه؟ ها؟ طماطم. لا نعناع ناشف ده مع المحشي بتاع سوريا. استنوا بقى، لبن رايب بتتعجن؟ قولها بتتعجن بميه وملح وبرده زي الفطير، ولا بتتعجن ازاي؟ شويه تقول لك ايه. هعملها بقى كده، بيقولوا بيحطها في الفرن تحمريها، وبعد ما تخلصي تقومي جايه عامله لها تغلي حليب، وتقومي سقطها فيها، وتعملي بقى تقليه بكزبره بتوم صح كده. واحده بتقول لك ايه بسم الله اللهم صل على سيدنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الى في قريش الى فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. لا هي بتعرف تعملها، هي بتعرف تعملها يا سومه وانت من المنوفيه اهي كده. واحد بيقول لك لا لا دقيق وبيض وملح. دقيق وبيض وملح ده زي المكرونه بقى، مية وملح حليب لا زبادي. ده في السوى. لا انا بقول لك العجينه بتاعتها شكلها ايه، قول لي عجينتها شكلها ايه. اللي يعرف بقى الطريقه يا جماعه يكتبها لنا بالتفاصيل الممل بالتفصيل كده. واحد بيقول لك عجينه ميه وملح وكتب وايه بس. ماشي انا كتبت، انا زي عجينه الفطير يعني، انا عملتها اهو زي عجينه الفطير. والسوى بقى تقومي جايه طب اسمعوني كده شوفها صح ولا غلط، قولي اه صح او غلط. انتوا بتعجنوا عجينه الفطير اللي هو شيش ايه، شيش بوراوك صح؟
المهم بتقوموا جايين عاجنين عجينه الفطير. اهم حاجه العجينه تكون ايه، يابسه شويه زي ما انتم شايفين كده زي بتاعه الفطير بالظبط، وتفضلوا تعجنوا فيها لحد ما تبقى ناعمه قوي، تسيبوها تستريح. وبعد كده تقوموا مقطعينها دواير كده بسيطه صغيره، وتقوموا حاطين الحشوه وتعملوها زي القطايف كده زي ما انا عامله عندي كده. وبعد كده تقوموا جايين جايبين حليب يغلي وتظبطوا الحدق بتاعه، وبعد ما تظبطوا الحدق بتاعه تقوموا جايين حاطين في طاسه يعني بتستوي في خلال دقيقه او دقيقتين، تقوموا جايين عاملين بقى توم بكزبره وبزبده وتعملوه على النار كده وتحطوها عليها وتطفوا بقى على كده. صح كده ولا غلط؟ شوفي كده الطريقه اللي انا قلتها صح ولا غلط يا سول. الشيش براوك انا هجربها بقى كده. اهلا وسهلا اهو كده، وبعدين يقوموا جايين ايه لفينها كده اهو. ازيك يا عائشه ازيك يا حبيبه قلب اهو. وبعدين بقى بتحمرها في الفرن قبل ما تستوي، يسألها كده واحده بتقول لك العجينه ميه وملح بس، ما ميه وملح بس، ما الفطير برضو كده ميه وملح بس، ما الفطير برضو ميه وملح بس ودقيق اكيد ودقيق. يا عيسل قد ايه ده؟ امال اسمها عجينه ازاي؟ لازم ان يكون في دقيق. يا عيسل صلاته بينا على النبي يا ولاه، اللهم صل على سيدنا محمد. معاك كام في البس يا سوله؟ ما هو من دون خمس. اللهم صل على النبي. يا ولاد كلكم يا ولاد اكتبوا كده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، حمله الصلاه على النبي كده ماشي. قالوا لك على انا قلت صح ولا غلط طريقه تسويات؟ اطلع اللي في الفرن بقى يا سوله. روح هاتي لي المقصوصه المربعه والسكين اهو، عدي عادي. وهاتي لي صينيه محمر فيها ولا فيه نسجه محمر فيها البتاع ده عشان ابقى اسويها في اللبن، وهجربها بقى يا ولاد واقول لكم على الطريقه الصحيحه. لو طلعت حلوه هقول لكم. الشيش براك ده، شيش براك ده اول مره اجربه. صلوا بينا على النبي يا ولاد، اللهم صل على سيدنا محمد. انا شفت واحده مش عربيه بتعملها عجبني قوي، حسيت كده ان حد من اليابان بياكل كده وكده يعني. المهم بس انا مش شاطره بقى فيها، هي بتعملها بسرعه يا ولية ما شاء الله عليها. هجيب بقى كمان عصايتين واكل بيهم. اللهم صل على سيدنا محمد. الفطيره قربت تستوي في الفرن اهي، اقرب بقى له عين وراس تعمل كما تعمل الناس اهو. وبعدين اقول لكم بقى اذا كانت حلوه ولا وحشه، والاحلى بقى بالطماطم ولا باللبن، هجرب الاثنين انا بحب اجرب. صلوا بينا على النبي يا ولاه، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. انا طبعا عامله الفراخ ببصله وشويه فلفل اسود ومكعب مرق الدجاج بس، ما عملتش حاجه فيها غير كده. ايه يا سلا هاتيهم هنا، ما جبتش المربعه؟ مش لقيت المربعه؟ يلا اقفل اقري لي التعليقات كده. انا كنت بحب المرقوق قوي في السعوديه، اسمه مرجوج، بيقولوا عليه مرجوج، رقاقات كده ويسووها في التخديعه في الطبيخ يعني بلحمه والكلام ده، بس تبقى جميله قوي، بس لازم تتاكل في ساعتها ما تباتش او تقعد ساعه، حتى لو قعدت ساعه واحده تباشنن بقى وكده، هي كانت بتتاكل في ساعتها كده. انما انا دي اول مره اجربها الصراحه. بزبادي ازاي بقى؟ بسويه في قلب زبادي على النار البتاع. بسم الله ما شاء الله قبت وجميله ازاي ولا؟ ما الزبادي يا ولاد لو اتعمل ما يجبنش، لو اتعمل على النار ما يجبنش يا ولا؟ ما يجبنش يا سلا؟ شوفهم بيقولوا ايه؟ على امانه عليكم، كل اللي يعرف الطريقه يقول لي بالظبط طريقتها ايه.
شيش بوراك. ايه؟ بقول لك ايه؟ عكسها في ايه؟ في الشيش براك؟ لا الفطيرة الكبيرة في الفرن. هنجرب. طب ما انا ممكن افرد فردة كبيرة كده واجيب كوباية، ما تجيبي لي كوباية يا ايس. بزيادة؟ هاتي لي كوباية بنتي يا سولا كده اما نجرب الموضوع ده. نقعد بقى نلدع كده. بطلته كده اهو. انا اللي كان شغلني. بصوا يا ولاد ما شاء الله، بصوا الشكل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كوبايه صغيره يا سولة ماشي؟ جراش حاجه. هي فين النشابه اللي كنا بنبطل بها بقى؟ ماشي حلوه قوي. نقعد بقى نقعد نلدع واحدة واحدة. لا النشابة دي مكرهة. ردوا التعليقات كده شوفهم بيقولوا اللي انا بعمله ده صح ولا غلط. ايه دي؟ اظن ديت هتبقى شكلها احلى. ده هيبقى شكلها احلى بكتير. والله دي شكلها احلى. ولاد غير اللي التعليقات يا سون. صح. انا شفت واحدة بتعمل لي عجبتني قوي، قلت والله لازم انا اعملها. قول واو قول بسم الله ما شاء الله. بنت يا بنت، هو انت هبطه؟ ابوي واي واي. لا ما تبقاش تقولي كده عيب يا سولة، ده حبايبنا دول ما بيحسدوش. صلوا بينا على النبي يا ولاه. شوف يا اختي العجين الفطيره اللي تحبها لنا تاني. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الحته يا ولاد حلوه قوي. ولا تقولي لي بقى جلاش ولا الكلام ده، ده جلاش الفلاحين. ما نحرمش منك يا استاذ محمد والله. ربنا يكبر بخاطرك زي ما بتكبر بخاطر. اهلا وسهلا. استنوا بقى يا ولاد اما نشوف السكالانس اللي احنا بنعمله دي. لا ما دي صغير. المهم بس الطعم بيبقى شكلها ايه؟ شكلنا اللي هاكله الواحد ولا ايه؟ بس انا حاسه انها هتبقى حلوه. هجربها بقى واقول لكم. اول ما اخلص التعليقات هقول لكم هي بتتعمل بايه، هي طعمها حلو ولا لا. هشوف الطريقه اللي انتوا كتبتوها لي، اللي هم من بيعرفوا يعملوها يكتبوها لي. صلوا بينا على النبي يا ولاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. لازم بقى يلفوها كده اللفه دي. المفروض لحمه مفروم. بس على مين بقى؟ هاتلنا طبق يا ايس اللي ما احط فيه اللي اتقطع. اللهم صل على النبي. جلاش الفلاحين. ايه؟ يا حبيبه قلبي يا سهى، ربنا يبارك لك. تعالي اتغدى بقى يا سهى. والله جلاش الفلاحين. صلوا بينا على النبي يا ولاه. اللهم صل على سيدنا محمد. تعالوا والله العظيم تنوروني. اللهم صل على النبي. انا هجيبها هجيب لكم الصاج اوريكم شكله عامل ازاي. بصوا الجمال.
هاتي ايسر جريم بتاع ما نقطعها اجري طبق اجري. البتاع دي بتتحمر يا جماعة ولا لا؟ بتاع دي اللي انا بعملها دي بتتحمر ولا ما بتتحمرش؟ طبعا المفروض بتهدى بس انا هقطعها لكم على طول عشان تشوفوه. اللهم صل على سيدنا محمد. بتهدى المفروض من طلوعها من الفرن. صلاة بينا على النبي يا ولاه. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يا ولاد ريحتها جميله قوي. اه اول ما قلت انا كله تسلم ايدك يا طنط. اللهم صل على النبي. بص الجمال، بص مرقه ازاي، نفسي اكلها. تعالوا والله تنوروني. هاتوا بقى كده اما ناكلها كده. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. باينه يا سلا جمالها كده وحلاوتها باينه يا سلا. بصوا بلا، بصوا رقيقه ازاي. بص في التصوير يا سلا، بصوا رقيقه ازاي. لو قربت شويه هتعمل خلفيه جميله. الله بصوا عامله ازاي ولا ده. انتوا منى شاطره قوي. بسم الله ما شاء الله. سخنه سخنه مولعه. شوفوا ما شاء الله. ولا تقولوا بقى جلاش، ده جلاش الفلاحين. بصوا الطبق ازاي. اوه اوه شاطره يا بنت يا منى والله. بسم الله ما شاء الله. والفراخ بقى بتدي طعم جميله. هنا والشفا ولا تاكلوا بقى، جربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي يا ولية. الله الطبق ده بتاع ماما. الطبق ده بتاع جهازي. لا ما شاء الله. منى 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 تاكل يا منى. عايزه حته منى ذكي. بسم الله. العكس الشمس. الله طريقه ايه قول لهم تاكل يا استاذ محمد. الله عمال اقول لك انا جعان، الناس تقول لك الحقيقه. الله منى يا طنط منى، استاذ محمد جعان. دول كده بقول لهم رايك. انا اقول من غير ما بعمل لهم بقى، بعمل لكم بقى اكله سوريه يا استاذ محمد. اجيب لكم البلاد العربيه كلها. لولا الطعمه حلو قوي. انصحكم بقى تجربوها سخنه. بتقول لي اختار الاكله اللي تناسبك عشان اعرف اعملها يعني. طب وانا يعني ما اجرب مع المتابعين والحاجه تطلع حلوه، ايه المشكله؟ لا الفطور شغلتي، انما ده لسه جديد عليا. فهو بيتعمل بعجينه الفطيره، فقلت هجرب والله واشوف. لو حلوه بقى بقول للمتابعين واطلع بعملها لكم زي وصفه بقى من اولها لاخرها. ده زي ايه؟ زي بتاعها؟ اه ده سبحان الله. طب ده بتاع فرح يا ولية. منصورة؟ اهلا وسهلا باهل المنصورة حبايبي. الطريقة اهو طريقة ايه؟ الفطير؟ بتجيبي بقى شوية كيلو دقيق وتعجنيه بشوية مية وملح خفيف. نص معلقه ملح وملح وميه وتنكي تزيدي بقى واحده بواحده كده. اهم حاجه في الطريقه تغرزيها وتيجي كده على الرخامه تمسكي العجينه تقعدي تكبسي فيها وتعجني فيها كده اهو. تعملي انا مش عايزه اعملها، تعملي فيها كده اهو كده اهو كده اهو. استني يا سولة لما اقول للبتاع تنكي تعملي في العجينه كده اهو لحد ما تبقى ناعمه خالص. افضلي اعملي فيها كده حوالي ربع ساعه وبعدين قطعيها وسيبيها تستريح. بعد ما تستريح بقى قومي جايه ماسكاها حاطه. اللهم صل على سيدنا محمد.
حاطه زبده على زيت على قشطه، وتبططي وتكوني عامله بتاع ده فراخ زي ما انا كنت عاملاها كده، بس تكون مفرومه، وانا ما فرمتهاش بصراحه، المفروض تبقى مفروم عشان ما تقطعش الفطيره وانت جايه تعمليه، سواء لحمه ولا فراخ اعمليها مفرومه. وبعد ما تخلصيها قومي جايه ماسكه وانت بتبططي، تبططيها كبيره، انا حابه احفظ الفيديو ده طريقه تبططه يعني، تقومي مبططاها كبيره وتجيبي واحدتين تحطها في الوسط عشان ما تبينش الفراخ، يا اما تلمي وبعدين تكملي رقاقات على الوش تاني. صلوا بينا على النبي يا ولاه، اللهم صل على سيدنا محمد. ايه رد التعليقات كده يا سوق؟ هو مين اللي بياكل ده؟ واحد بيقول كده. الاستاذ محمد، وريهم كده يا استاذ محمد كده تفرفش، هو بيحب يفتح الحاجه، وريهم كده، حطه قدام الكاميرا كده. استاذ محمد يا ولاد بالف انا وشيف. صلوا بينا على النبي يا ولاه. كم معانا يا سول؟ كان معانا 2913. يا رب كل اللي معانا وكتب بس استغفر الله العظيم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب ترزقه من حيث لا يحتسب، وتيسر امره، وتصلح حاله، وتهدي باله، وتسترها معايا، وتحفظ ولاده، وتنجحهم، وتيسر امورهم. اكتبوا بقى كده اللهم صل على سيدنا محمد، ونستغفر مع بعض 10 مرات. وامانة عليكم، اللي يعرف طريقة البتاع ده، الشيش براك ده، يقول لي يكتب لي في التعليقات بالظبط طريقته بالظبط، لان شكل الاكل عجبتني فانا قررت اجربه. حسيت ان انا جوعت سيكا. ان انا ايه؟ جوعتي سيكا؟ وانت فتحته كده ليه يا استاذ محمد؟ ايه رايك؟ وادي يا احمد لو معانا في اللايف، تعالى كل. اي حد قريب مننا يا ولاد يجي ياكل، والله تنورونا والله العظيم. في كمان واحده اهي تعمل ايش طبيعي فيها يا استاذ محمد؟ زي العسل. الف هنا وشف، مطرح ما يسر يمشي. هجرب بقى البتاع ده يا ولاد، وفي اللايف بالليل باذن الله، لو طلعت لايف بالليل هقول لكم انه طلع جميل قوي او طلع كده يعني. احمره بقى في الفرن وخلاص. نستغفر بقى 10 مرات عشان نقفل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله العظيم، 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 استغفر الله العظيم. استودعكم الله، امان عليكم. تجربوا الفراخ بالمشلتت ده، هتعجبكم قوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.